حلقة جديدة من برنامج ستارز اون يو تي في مليانة أخبار فنية وثقافية من كل الدول العربية والعراق حصراً. وتحية لكل مشاهد يتابعنا الآن. شلونك جيل؟ الحمد لله يا علي، كلش زينة. طمنا أنت شو أخبارك؟ أنا كل زين الحمد لله، ما دام أنت بخير وكل المشاهدين بخير فأكيد شكراً لك. هلأ بدي أقول مثلاً نور لكل يلي عم بيتابعونا ولكل مشاهدي برنامجنا يلي عم ينطرونا على أسبوعياً بموعد ثابت كل ليلة جمعة. وهلأ رح تنطلق حلقة جديدة من برنامج ستارز أون يو تي في، برنامج الأخبار الفنية الأهم يلي بتنقل كل جديد عن الفنانين العرب. وحلقتنا الأسبوع مثل ما عودناكم قوية ومليانة أخبار ولقاءات متنوعة. وقبل ما نروح إلى التقارير لازم أوجه تحية كبيرة جداً ولو من أسبوع على انتهاء الفعالية وخليجي 25، بس لازم نوجه أكبر سلام لكل شخص شارك بنقل صورة حلوة عن بلدنا ولكل شخص كان إلى دور بكأس الخليج اللي صار بالبصرة. هنا نوجه تحية طبعاً الفنان ماجد المهندس أكيد وأحلام. يعني فعلاً عن جد على شيء بيكبر القلب، وكمان مثل ما أنت هلأ سبق وذكرت ألف تحية للنجم أحلام والنجم ماجد المهندس. يعني أنا فعلاً تأثرت كتير لما شفته كيف باس الأرض أول ما وصل على البصرة. المشهد كان كتير معبر، عن جد بصراحة معبر جداً وحقيقي. ماجد طبعاً إنسان جداً محترم ووفي وهو صديق عزيز وأنا أعرفه من قرب. لما تجلس ويا ماجد تحسون أنه فعلاً وطني جداً ويحب بلد العراق وعاشق لأرض العراق، لهذا قبل الأرض. تحية للبرنس ماجد المهندس وتحية لشعبنا الطيب. احنا انت شفت الناس قبل 8-9 ساعات موجودين في الملعب، يعني هذا العشق لكرة القدم ولبلدهم كمان. ايضا فعلاً بالفعل فعلاً. ألف تحية طبعا علي لكل الشعب العراقي. وهلأ شو صار وقت نشوف شو محضرين بهالحلقة، يلا نكتشف العناوين. كرم بيهرب من أسئلتنا المحرجة بكواليس. هلا هلا يا دني اسألي غيري. ورزان جمال تفتح قلبها لستارز أون يو تي في، أمي عانت من السرطان وهذا اللي سمعت. هون استعملت أنا جرح، أنا كان عندي جرح إن أنا خسرت أمي. تعرفي شو رزان؟ ابكي طلعين. رزان مغربي وسر إتقان اللهجة العراقية ولقاء عفوي وممتع. شاكو ماكو كل جديد، جديات خوش، عراق هواية فديتك. ورامي صبري بيكشف الكتير ورسالة خاصة لصديقته شيرين عبد الوهاب. ساعات كده تعمل فينا حاجات بس بنحبها برضو جدا، أنا بزعلش منها أبدا. وطبعا جولة في حفل أنا عربي بدبي بحضور وجوه عراقية وعربية مهمة. لازم نشارك بكل الشغلات، يعني بكل الفعاليات العراقية تحديدا. والممثل والزميل غالب جواد ضيفنا الليلة، تحضيراته مع يو تي في وأسرار كتيرة. وحتى ما نطول عليكم صار وقت نعرف تفاصيل أكثر عن مواضيع الليلة، وبدون تأخير أكثر أنا وجيل نروح نبتدي الحلقة. يلا أول مواضيعنا الليلة مشاهدينا رح تكون مع لقاء خاص مع النجم فارس كرم بكواليس كليبو يلي صدر مؤخراً. هلا هلا يا دني. الكواليس كانت بتشبه الكليب، عفوية وضحك ومزح، وهيدا أجواء فارس كرم دايماً بكل أعماله. وفارس اللي نشوفه خلف الكاميرا هو نفسه أمام الكاميرا، شخص خفيف الدم وعفوي كلش. وهالعفوية استعملناها ويا باللقاء لما سألناه بطريقة ذكية عن خلافه ويا ميريام فارس وأسئلة هواية جاوبنا عليها فارس كرم بهذا التقرير من بيروت. فارس كرم بيهرب بذكاء من أسئلتنا المحرجة. اسألي غيري. هلا هلا يا دني، شو صاير لي وشو بني؟ كان يحلف بحياتي ما بقى بيحبني. أغنية جديدة وكليب جديد رفقنا بتصوير النجم فارس كرم ببيروت، وكنا موجودين بكواليس التصوير للأغنية اللي عم بتحقق نجاح كبير بعنوان هلا هلا يا دني، واللي صور فارس مع المخرج سام كيال. وبالكواليس كان فارس كله حماس ونشاط مثل ما دايما بيكون، وبكلام الأغنية استقبلنا فارس وحكي لنا عن العمل الجديد. هلا هلا يا دني، كلام وألحان فارس كندار وزي عمر صباغ، أول مرة عم صورها
حسام كيال أول مرة بصور أنا وياه. هالأغنية صدرت ضمن ميني ألبوم أصدرته مؤخراً مع شركة روتانا. بدنا شوية تفاصيل عن هالألبوم. هذا ميني ألبوم بتضمن أمرجة وصاروخ عموعدنا ولا شو ضوء الأحمر والله الله يا دنيا كلام والحين فارس وحياة إسبر مازن ظاهر وفضل سليمان وإن شاء الله بعد فيه كمان ميني ألبوم. هل رح تصور كل الأغنيات؟ إن شاء الله أني أقدر صورهم إن شاء الله يا رب أني أقدر صورهم. فارس صرت بي مؤخراً وصار عندك ولدين، كيف لقيت تجربة الأبوة يلي هي حلم كل شاب؟ ميرسي لأهليك والله ما يحرم الفرحة لحدا، أكيد فرحة كبيرة الله ما يحرمها لحدا. أنت بتعرف أنه بحب خلي عائلتي وولادي براف الوسط الفني والموهبة لي. الله يخلي لك عائلتك. بما أنه المونديال خلص من فترة صغيرة وأغاني كتيرة صدرت بها المناسبة ومنا أغنية ميريام فارس يلي بينا وبين فارس في خلاف كبير، سألنا عن أغنية ميريام وهيك كانت ردة فعله. سألي غيري بسطت فيكم وتانكيو لإليك كتير. بهالطريقة تهرب فارس من الجواب، ولأنه قليل الكلام استغلينا فرصة وجود فارس اسكندر بالتصوير وسألناه عن التعاون الجديد وعن صداقته بفارس كمان. ايه أول شي غنيتي وخي الكبير فارس كرم يعني تخطى بمراحل مسألة فنان وشاعر وملحن، نحن أخوة وبيشرفني يكون موجود، وسام كيال المخرج كمان صديق عزيز وخي. اليوم عم نترجم هلا هلا يا دني الكلمة بالصورة، بحب دايما كلمتي شوف كيف طلعت بالصورة، يعني عندي هالفضول أعرف لوين المخرج أخذ الفكرة تبعي وقديش الفنان عم يعطي على اللسات، فكيف إذا كان فارس كارب. شو المميز يا فارس بأغنية هلا هلا يا دني؟ الأغنية من الـ إذا بدك تقولي من الطرب الشعبي وستايلش بنفس الوقت، يعني فيها الجيتار سبانيش وفيها الأجواء اللي إذا بدك اللي بتشبه الوطن العربي كله ككل، منا محصورة بس بالشعب اللبناني البيور. الموضوع فيه هاي العتب بين الناس، خصوصي نحن بزمن كتير الناس عم تعتب، كتير الناس مجروحة وكتير الناس عم تلوم بعض، ما بعرف مين اللي جارح كل هالعالم. إيه بس إنه كتير بتشبه الناس الأغنية، وفارس دايما يعني كان داون تو ايرث وكثير بيشبه العالم، يعني كرمال هيك اي موضوع بتحس فيه في تواضع وفي واقعيه بيشبه فارس كان. صداقتك بفارس بتخليك تسجل مواقف معه ضد النجوم الاخرين عند اي خلاف او مشكله، غلطت مؤخرا؟ يعني بالنتيجه كلنا بشر، يعني شو الانسان مهما انتقد ومهما شال مروحات ما بينتبه لها شو في بقلبه أخطاء، يعني ما حدا منا خالي من الأخطاء، يعني احنا مش معصومين. فبس بيضل الواحد انه الأنانية والإيجو اللي عند الإنسان بتاخده انه يحس حاله دايما مظلوم ويحس انه الناس تانيين ظلمين. هل ظلمت حدا بتصريحاتك؟ بالنجاح اللي نجحناه أكيد ظلمنا كل حدا عم يشتغل، يعني الكومبيتيشن شغلي مشروعة ونحن بنحب المنافسة الشريفة بالشغل، طبيعي بس تنجح أغنية أي حدا كمان عم يدور على النجاح يغار، وهيدي الشغلة حلوة بالفن، يعني طبعاً أكيد بدون ما تخطى حدود المعقول. يعني حلو الجواب، وواضح أنه هرب من السؤال بطريقة ذكية كتير. أما سام كيال فبعز العجقة قدرنا سرقنا كم كلمة منه وخبرنا أكثر عن الكليب الجديد وعلى طريقته. أول شي برحب فيكم باليو تي في من العراق. أكيد أول تعامل بينه وبين الفنان فارس كرم تعامل كتير حلو، دغري فتنا بالجو بالمود، كان وقتنا كتير ضيق لنحضر شيء يكون جديد لإله وجديد لإلي، بس بنفس الوقت بدنا نوصل مسج من وراء الغنية، ولأنه الغنية فيها تشالنج ما فينا ننكر، عم نحكي عن حدا بعد عن حدا، فالجديد فيها إنه أول شيء عاملين ستوديو ستايل، ما عاملين دراما بستوري تيلينج، لا عاملين مودز بس مسجز عم يوصلوا بلغة الجسد بلغة العيون. وشفنا هالشي يا سام بالكليب، كيف كان التعاون بينك وبين فارس؟ عذبك أو عذبته؟ لا بالعكس، honestly بالعكس ركبت القصص من الصبح، الكيمستري الشغل التيم كله حبه، هو أصلا هيز very nice person مع الكرو، خاصة عطول بقول إنه لما تعاملي مع حدا أول مرة بعد مش فاهمين بعض، لا دغري ركبت يعني من الصبح اللعنة
لحتى قال لك يا اللعنة و things are going great و صرنا نص نهار. هالأجواء انعكست إيجابياً على العمل وشفنا نتيجة التعاون والكليب محقق أصداء إيجابية كتير بتليق بمكانة فارس ومحبة الناس لإله. أذكى النجوم من التهرب من الإجابة وبأنه يرد على موضوع ما بده يحكي فيه هو يا علي النجم فارس كرم. على كل حال بدنا نبارك له على نجاح الأغنية والكليب من ضمن ميني ألبوم صدر مؤخراً رح يكون آخر تعاون بيجمعه بشركة روتانا. ومن فارس كرم خلينا نروح نتوجه إلى مصر حتى نلتقي بالممثلة الشابة رزان جمال اللي شاغل الدنيا حالياً بمسلسل الثمن ويا باسل خياط. ما أعرف إذا أنت تابعت المسلسل أو لا. ما لحقت تابع كل الحلقات علي بس أكيد تبعت بعض المقتطفات عبر تيك توك وعم شوف قدي العالم بتعليقاتها على السوشيال ميديا عم تتفاعل مع أحداث هالمسلسل. أسئلة كتيرة الناس عم تسألها سألناها نحن لرزان بهاللقاء منتابعه سوا. رزان جمال لا موقف ضد عمليات التجميل. في كتير ناس عم بيعلقوا أنه أنا ما عملي ولا عملية تجميل وصح ما عملي شيء. والثمن جعلني أبكي كثيرا. هون استعملت أنا جرح أنا كان عندي جرح أني أنا خسرت أمي. تعرفي شو رزان؟ ابكي طلعيهم وطلعت وبكيت بكيت بكيت بكيت. وجه درامي عربي جديد بارز بالفترة الأخيرة إلها مكانة حلوة بين النجمات الصاعدات بقوة حتى تكون واحدة من نجمات الدراما. هي رزان جمال اللي شاركت ببطولة أكثر من مسلسل عربي منهم المسلسل المصري ما وراء الطبيعة وهماتين اجتمعت بتيم حسن بمسلسل أنا وهسه متصدرة الترند بأحدث أدوارها بمسلسل الثمن ويا باسل خياط. على مود هيك التقينا برزان وكان هاللقاء الممتع وبهالطريقة رحبت بينا وبدأ الحوار. واو أنا اللي لازم رحب فيكم لأنه عن جد ما بتصدق الدعم يلي عم بيوصلنا من 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 العراق وقديش عم بتفاعلوا مع المسلسل تبعنا. هالكلام صحيح والجمهور العراقي دي يتابع الثمن وأصداء الانطلاقة كل كبيرة. عم بيوصلنا كتير كومنتس من هونيك وقديش عم بيحبوا شو وقديش عم بيحبوا أداء بشخصية سارة. هيدا الشيء يعني عن جد شو هالمفاجأة الحلوة. يعني نحن لما بنقرر لما أنا شخصياً بقرر أخذ دور ما بفكر بقدي حيكون الجمهور كبير حينجح ما رح ينجح بس بفكر إذا أنا رح حبيت القصة حبيت الشخصية مين معي عم بيمثل المخرج الكتاب هذا هو ولازم حسها للشخصية. فما بفكر بهالأشياء بعرف أنه أنا بعطي كل شيء عندي وبعدين بترك مثل بيبي يلا أنت تطير طار طار مطار مطار. فمشان هيك هالمرة حسيت أنه قلع المشروع وردود الأفعال كتير حلوة فعلا وهذا الشيء كتير هيك قريب لأني حلو. تستاهلين النجاح وأنت من الوجوه الشابة اللي انطلاقتها واثقة ومشغول عليها. شنو المميز بالقصة وبشخصية سارة اللي تقدميها؟ هون لاحظت انه لا في شيء كتير هيك مميز بهالقصة لانه عم بتشغل لي راسي وشخصيتها تعلقت فيها غمض عيوني شوفها فحبيتها كتير لسارة. هالنسخة العربية من الثمن راح تكون منسوخة عن التركية اللي كانت بعنوان جرائم صغيرة وحققت نجاح كل شبير بوقت عرضه. طبعاً نحن مستوحي من المسلسل التركي وفي كتير أحداث رح تتغير وعملنا النسخة العربية بس عندها لمستنا أكيد هالشي وكمان ما اسمها شهرزاد اسمها سارة ومكتوب أنه مستوحي بس فالناس رح يتفاجأوا بهالأشياء يلي رح تكون مختلفة عن المسلسل الأوريجينال. شو المشترك بينك وبين الشخصية يا رزان؟ كل دور بعمله بحط من حالي فيه وبعطي كل شي عندي لأنه مهم أنه ينجح مهم أنه أعطي أداء حلو هيدا أهم شي بالنسبة لي. هون استعملت أنا جرح أنا كان عندي جرح أني أنا خسرت أمي وأنا حرابت كلمة أمي تعيش لأربع سنين كان عندها ثلاثة سرطان ورا بعض وقعدت معه وعشت يلي عشته سارة. كتير غريب أنه أنا عشت نفس الشي أني أنا لأربع سنين كنت عم بركض يمين شمال عم جرب دبر دواء لأمي بلبنان ما بقى في أدوية بلبنان ما بقى في أسحب مصريات بلبنان ما بقى في عالج أمي بلبنان بس بنفس الوقت أنا عم بحمل مسؤولية كلها بنفس الطريقة. أنا ما عندي أولاد ما عندي ابن بس أنا حبيت أمي واهتميت بأمي
مثل ما سارة عم تهتم بابنها، فهذا الشيء أنا كان كتير سهل. وعادة مش منيح أنه نستعمل إشياء من الحياة، لأنه ما فيك تعملي قف. لما أنا بترك الست، أمي ما رح ترجع تعيش، الله يرحمها. كلامك مؤثر كلش. ما كانت أكو صعوبة نفسية عليك حتى تستحضرين تجربة وفاة والدتك وتستخدميها بالعمل؟ كان بدي فرجي هالوجع، لأنه ما لحقت طلع الوجع يلي كان جواتي من وقتها ما خسرت أمي، من كتت ما كنت عم بشتغل. فأجتني الفرصة أقولها، هاي شخصية عشت نفس الشيء. تعرفي شو رزان؟ ابكي. طلع عيون وطلعت وبكيت بكيت 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 بال... يعني قلو للمخرج فكرة القاضي، قلو ما بقى فيه ما بقى فيه ما بقى فيه، اللي هيدا هو اللي عم تمرق فيه، لازم تطلعيهم، لازم هلأ تطلع. قلو ما هقدر ابكي، وبلش ابكي. فهيدا الشيء ساعدني اشفي نوعا ما على فكرة، لأنه كأنه هالشغل يعني I dedicated it to my mom. والنتيجة انه الشخصية وصلت للناس. شنو رأيك باللي انتقدوا حضورك والبرود بتقديم الشخصية؟ مثلي جامدة، ما بتعرفوني أنا جامدة؟ أوكي، ما حضرت المسلسل لتقولوا عني جامدة، بس هيدا الشيء أنا تعلمت اتخطيه. أنه عادة good comments bad comments ما بخليوني أسرف فيه، لأنه أنا بس مني مسؤولة، بأمن بحرية التعبير. كل شخص له حق يقول يلي بده إياه. الشغلة الوحيدة اللي يعني أنا بقدر أتحكم فيها هي أنا، كيف أنا ردت فعلي أنا، هيدا أنا مسؤولة عنه، ما بخليها تأثر علي. شلون كان الشغل ويا باسل خياط وباقي النجوم؟ جو أكيد كان جدي جدي، خاصة مع باسل، من الممثل كتير جدي، كتير شاطر، كتير كريم، كتير ذكي. ف كان مهم بالنسبة إلي، والنقطة يلي بتجمعنا أنه اتنينتنا عنا شغف للشغل يلي بنعمله، وعنا محبة للمهنة تبعيتنا. فهذا الشيء كان كتير حلو، لأنه اتنينتنا أنا جدية كمان بالطريقة يلي بشتغل فيها، ففهمنا على بعض دغري، وقدرنا نحكي مع بعض ونتواصل ونلاقي ونعيش زين وسارة. هيدا التجربة أكيد أكيد أكيد، لأنه حسيتها مدرسة 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 باسل خياط. رزان، أنت لبنانية إنجليزية، والكل يعرف أنه ببداياتك كانت لغتك العربية ضعيفة. اليوم بعد التطور الكبير اللي حققتي، شو تقولين لكل اللي قللوا من قدرتك على التمثيل بالعربي؟ لأنه نحن عايشين بلبنان، نحضر أفلام أمريكية، أنا كنت بمدرسة فرنسوية، نعفيت عن العربي كان عمري 12 سنة لأنه باسبوري إنجليزي. كمان قد ما تسألوا علي أنه بحكي عرب، أنه عربي مكسر. تعرفي شو؟ عبالي دقله للمعلم العربي تبعي بالمدرسة يلي هو كمان تسأل على العربي تبعي، قله طلع هلأ شو مين عم يضحك هلأ، قديش تسألته علي أنه أنا ما بعرف أحكي عربي، وهيني ها ما صرت بمصر، ما صرت بلبنان، بلا 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 للو. يعني ما بتصدق، هيدا إنجاز، إنجاز بالنسبة إلي، وشي كتير بندم عليه، بندم إنه ما قدرت احتفل بالثقافة تبعيتي. بس هيك عنا مشاكل بلبنان بالأول، ما بنعرف نحنا شو، إنه نحكي فرنسي بس إنجليزي بس عربي بنفس الوقت. فلما اختربت وظهرت لبرا وكان حلمي العالمية بالأول، شوي شوي يعني كأنه كان لازم ضيع لأرجع لقي طريقي على البيت هو الوطن العربي، انه ارجع لقي ولا اكشلي انا كثير فخوره انا لبنانيه، وانا كثير فخوره اني انا عربيه، وانا كثير فخوره انه عم بقدر امثل باللغه تبعيتي. والختام ويا السؤال اللي كل يريد يعرف جوابه، والكل اللي ديشيد بملامحك الطبيعيه اللي ريتها بالدراما العربيه، هل فعلا ما سويت اي عمليه تجميل بعد؟ هيدا سؤال، ومبسوطه انك سالتيني، لانه انا في كثير ناس عم بيعلقوا انه انا ما عملي ولا عمليه تجميل، وصح ما عملي شيء، بس ما معناتها انه انا اخذ موقف. انا بامن بالحريه، كل امراه تعمل يلي بدها اياه بجسمها بحياتها بوجهها، انا ما خصني فيها ولا هي خاصه فيني، ما حدا خصه بالتاني. فانا بليز يعني كثير عم كانهم عم بيخترعوا سيتويشن انه لا رزان منا هيك، يعني الكل لازم يكون هيك. انا ما بعرف اذا شي نهار قررت اعمل شيء، وما عبالي انه حدا يكون عنده راي بهالشيء، لانه انا حره مثل ما كل الناس اللي بيعملوا اشياء بحياتهم هن حرين كمان. فهيدا الموقف تبعي. انت حلو بكل الاحوال، ولكل مجتهد نصيب يا رزان. مبروك النجاح، وراح نكون دائما مرافقينك بكل خطواتك.
حقيقة في هذا التقرير اللي شفته كلش مؤثر، اللي كشفته رزان إنه وقصة معاناة والدتها وهي مرض السرطان وفقدان الدواء وكل اللي مرت به مأساة. فعلاً علي فعلاً، وكتير ملفت أن جسدت وجع الفراق بقلب المسلسل وقدرت تستغل وجعها بالشكل الصح حتى تقدم أداء تمثيلي واقعي أكيد وحقيقي. الله يشفي يا رب كل مريض ويبعد هذا المرض عن كل أحبائنا يا رب. أمين يا رب. طبعاً يا علي، والله يديم الصحة عليك وعلى الجميع. وهلأ من رزان جمال لرزان مغربي مكملين بتغطيتنا لكل النشاطات، والتقينا برزان مغربي بدبي وعملنا لقاء مميز بيشبه شخصيتها المرحة دايماً منشوفه سوا. من رزان جمال لرزان مغربي ومن مصر لدبي، وهناك التقينا برزان مغربي بعد غياب طويل عن الإعلام، ورزان اللي شكلت حالة إعلامية وفنية ناجحة لسنوات طويلة بالتقديم والتمثيل والغناء، وعدها هواي أمور راح تحكيها ويانا. وبعرف هويتها وبالعراقي هيك استقبلتنا. لك أهلا وسهلا بالعراق، وأهلا وسهلا فيك. شاكو ماكو كل جديد، جديات خوش، عراق هواية فديتك. القاموس العراقي عندك كله شبير، ومن وين تعرفت على لهجتنا يا رزان؟ كل أصحابي كانوا من العراق، والدولمة والأكل الطيب والرقص والدبكي والأغاني والتاريخ وبغداد اللي بالقلب، ودجلة والفرات والمكتبة الرائعة والثقافة والفتوحات والتاريخ الحلو، وإن شاء الله بترجع أحلى مما كانت يا رب، بتنور يعني كل العالم. بقول لك مكتبة بغداد وفن الكتابة وفن الخط وفن شو ما في بالشعر، شو ما في ببغداد، شو ما في بالعراق كله. معروف عنك يا رزان إنه أنت تحكين بالخير دائما عن زميلاتك، ولما تنسألين عنهم تقولين كلام جميل. هذه هي شخصيتك؟ أنا بقول اللي بقلبي واللي بحسه، ولما بكون مقتنعة بموهبة شخص وفعلاً بحبه على الصعيد الشخصي أولاً ما ببخل، لأنه الكلمة الحلوة حلوة، يعني الكلمة الحلوة شيء لذيذ إحنا بأخلاقنا وبثقافتنا. الكريم كريم بكل شيء والبخيل بخيل بكل شيء. أكو نجمات بخيلات وياك ولا يبادلوك حتى بالمحبة؟ بتعرف شو؟ أنا أقول كلمتي وأمشي، ما بنطر الثناء من حداً ولا الرثاء من حداً ولا الهجاء من حدا، بعمل اللي علي. بحس حالي يعني محبة الناس ماما بتدعي لي إياها على طول. أنا كنت من فترة بالسعودية ورايحة على مصر، أنا وبالسيارة قلت يا الحمد لله، عن جد الحمد لله يا رب، إنه أدي أنا غنية. حسيت حالي أنا أغنى ست على وجه الأرض، أغنى وحدة على وجه الأرض بفوربس. يعني قلت أدي أنا جاي عندي ملايين حب، جاي من الرياض كنت مقضية أسبوع كله حب ودعوات وكلام حلو، وراح على مصر. قلت من وين بتحب هذا الحب كلياته؟ فتذكرت إنه ماما دايما بتقلي الله يحبب الناس فيكي، فهذه هي الثروة. أنت متعددة المواهب، اكتفيتي بالنجاح اللي حققتيه يا رزان؟ لو بعد بدي أعمل أكثر بكثير. هذه رزان هذه كسلانة، بضل قاعدة بالبيت ما بتعمل شيء، أنا بدي أشتغل أكثر بكثير. أنا مشكلتي إنه أنا ما بنام أبدا، يعني أنا بشتغل 27 ساعة بالنهار، 8 أيام بالأسبوع، 400 يوم بالسنة، ومستلفة من سنة 2023 لشهر مارس. الحياة قد ما طولت قصيرة، قد ما عشت حتكون قصيرة، فأنا بدي أعمل كتير أشياء. لا طبعاً إنه أنا بدي أقعد أعيش على أمجادي، إنه لا ما خلاص، أنا اللي عملته كله حلو كتير لذيذ انبسطت فيه راح، بعد بدي أعمل أكتر بكتير، بدي أغني وأرقص ومثل وبدي أعمل السعادة بكل العالم، وبدي أترك أعمال كتير طويلة، وبدي أنبسط وبدي أكون طبيعية وبدي أكون مثل ما أنا وبدي أحكي بسرعة وبدي أكون خوتة ومجنونة، ما فارق معي عرفت، لأنه الحياة قصيرة برحلة. سنة 2022 كانت حافلة بالنشاطات، شو التحضيرات بالسنة الجديدة؟ آخر سنة 2022 كانت حلوة كتير، كان فيها كتير أعمال، كان فيها الضحك الباكي وبديعة مصابني بنت سوريا ولبنان، النجمة الكبيرة اللي كتير حبيت أنه جلست شخصيتها، وعن جد ست رائعة عقلاً وقلباً وقالباً وروحاً وذكاءً ودهاءً وفناً ورقصاً واستعراضات وتمثيلاً كمان. عملت الغرفة 207 وكان الدور باللغة الطليانية، وعملت عودة البارون بعد ما انعرض مع الواد الثقيل النجم حسين فهمي والمخرج الأردني سامر الخضر. كان عندي عالية قوي الأغنية اللي أطلقتها مع لايف ستايل بشهر سبتمبر، وطبعاً من الواضح أني أنا I secured myself a song مع عمر مصطفى بعد التقديم اللي قدمناه اليوم، فغصب عنه عمر هيعطيني غنية من ألحانه طبعاً. ما بعرف عندي كثير اشياء ب 2023، حركز على التمثيل، يمكن في برامج، لانه رمضان جاي كل سنه وانتم بخير، الاعياد كلها حلوه ببلادنا، ف
فلازم نرجع نكسب الناس وجوائز و يعني كثير اشياء. ما شاء الله عليك يا رزان، كلش طاقه وفرح وحماس. الكلمه الاخيره على طريقتك، شلون تختمين اللقاء؟ ثانك يو فيري ماتش يو تي في العراق، بحبكم كثير وعن جد بتمنى زور العراق واهله، وبشكركم على دعمكم لانه لما عملت الاغاني ولما بعمل البرامج بشوف جمهور العراق على السوشيال ميديا ما شاء الله عليكم، يعني جيناك بهايا عرفت؟ ما شاء الله عليكم. تحيه للعراق وسنه سعيده عليكم وبالسلام والامان والمحبه على احلى جمهور، بحبكم كثير، بحبكم هوايه. حقيقة رزان دائما أنا أحب هذه العفوية مالتها والطاقة وتحكي بسرعة وبالإجابات مباشرة تجاوبك ما في أي مشكلة، والنجاح اللي حققته رزان المغربي خلال السنوات الطويلة اللي مرت هو نجاح يستحق لأنه طموحة وشغوفة بعملها، حلو طاقتها الإيجابية بالفعل علي. يعني معروف عن رزان أنه ما بتقدر تعيش بدون شغل وبدون نشاطات، وعطول منضل بانتظار نحن أعمالها الجديدة، وأكيد عطول منتمنى لها أنا وعلي كل التوفيق. وهسه راح نروح أنا وياك إلى بريك سريع، انتظرونا بعد الفاصل. حلقتنا الليلة من ستارز اون يو تي في أكيد مستمرة، ومباشرة رح نروح لتقرير مفصل عن حماس رامي صبري يلي كان محمس كتير هو عم يحكي لنا عن ألبومه الجديد وأغنيات الألبوم السبعة يلي صورها مع المخرج فادي حداد ببيروت. فكرة جديدة إعلان لألبوم يضم سبع أغنيات على شكل سبع كليبات حتى نعرف تفاصيل أكثر ونعرف شنو قال رامي عن القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب. خلونا نتابع. أنا من قبل ما قبلك وأنا عارفك أنا حافظك صم. سبع أغنيات بكليب واحد، فكرة لأول مرة يقدمها النجم المصري رامي صبري بعمل ضخم صور مؤخرا مع المخرج فادي حداد وصدر قبل أسابيع. أنت الأصلي ما في زيك ده دب بتقول لي زيك، والتجربة فريدة من نوعها وتحدي كبير ده يقدم رامي بألبومه الجديد اللي صدر على مراحل على اليوتيوب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فرحم لزماني وما شفتش منك تاني. وهالأغنيات شفناها بمقاطع قصيرة بكليب واحد، وعن الفكرة والتجربة حكانا رامي لما التقينا بيه بالكواليس اللي تواجدنا بيها حصريا. احنا عندنا تصوير اول يوم وتاني يوم، الكليب المرة دي حاجة مختلفة خالص في الوطن العربي، محدش قبل كده عملها. انا عملت سبع تراكات جداد خالص زي ألبوم يعني هينزل الشهر الجاي، فقررت ان انا الفكرة مبدئيا بتاعتي يعني فكرة رامي صبري وتنفيذ واخراج فادي، طبعا فادي حداد حبيبنا وصديقنا الجميل شاطر جدا جدا ومجتهد وعامل شغل جامد. الفكره عباره عن سبع تراكات جداد، انت بتخشي تتفرجي على الكليب، الكليب مش عباره عن اغنيه عاديه، لا الكليب عباره عن سبع تراكات يعني سبع اعلان، يعني كل اغنيه 30 ثانيه تقريبا، كل اغنيه باللوكيشن معين، كل اغنيه بشكل مختلف، فانت الاغنيه اللي بتعجبك بتخشي تدوسي كليك على الاغنيه عشان تسمعيها. دي فيها فكره جديده اعتقد فكره ماركتنج جديده خالص في الوطن العربي ما حدش عملها قبل كده. من وين استوحيت الفكره يا رامي؟ جات لي بصراحة من فكرتي الأولانية عملتها سنة 2006، كان طارق العين المخرج الكبير عمل لي إعلانات للألبوم، صور لي ثلاث أغاني كاملين وجوه الثلاث أغاني أغاني منفردة في الألبوم برضو بس إيه 40 ثانية 30 ثانية، فجات لي الفكرة أن أنا نفسي أعمل تاني النوع ده بس بطريقة جديدة يبقى الأبجريد بتاعته يعني فهماني، فجات لي الفكرة كده وأنا بشتغل فكلمت فادي وقعدنا ميتينج زوم وبتاع وخلصنا الموضوع. حلو الكلام، والنتيجة شفناها بإعلان عالم المستوى للألبوم الجديد. أي أغنية من أغنيات الألبوم هي الأقرب إليك يا رامي؟ كده أنا كلهم بحبهم، هو الألبوم اسمه إحنا في حتة تانية، هو مبدئين اسمه كده إحنا في حتة تانية، في أربع خمس أغاني درامية دراما للناس بتحبها عندي، وفي ست وفي أغنيتين تانيين كوميرشال سونج يعني الأغاني اللي هي بتاعت الحفلات والأفراح والحاجات دي، فيها كلام طبعاً إحنا في حتة تانية المطربين يعني اللي هم الكلاسيكيين، إحنا مهما أنا بقول دايماً بحب أقول مسجات كده عن طريق الأغاني إنه إحنا المطربين كده كده دول الكلاسيكيين في حتة تانية فعلاً، يعني مهما طلع حاجات جديدة بتنجح حلوة بس إحنا في حتة تانية خالص كلنا. على سيرة الكلام، شنو رأيك بأغنيات المهرجانات والراب واللي تتحقق بالفترة الأخيرة انتشار كل كبير؟ ليهم جمهور طبعا يعني ليهم أكيد ناس بتاعتهم بيحبوهم
اللي شبههم يعني. وانت يا رامي شنو اللي يميزك ويخليك مستمر من سنين طويلة؟ الإصرار والتركيز والاجتهاد والتجديد وكل ده عندي. الصفات دي موجودة أعتقد موجودة فيها بنسبة كبيرة. أنا بحب الشغل جدا وبحب أبقى بنزل شغل على طول. في طبعا حاجات بتنجح جدا وفي حاجات بتنزل ما فيش زي أي مطرب وده طبيعي. وأنا بحب أقول كده ليه؟ لأنه ما فيش حد على طول جامد وما حدش على طول ضعيف يعني. بس أهم حاجة أن الواحد يشتغل على طول ويقوم ينفض التراب اللي على البنطلون ويجري. هي دي الفكرة. دايما بقى انصحها حتى للشباب، مش كل شغلك حلو مش كل شغلك وحش، لازم تشتغل كتير عشان الناس تبقى عندك بعد 20-30 سنة مكتبة كبيرة جدا 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 زي محمد فؤاد وعمرو دياب وزي هاني شاكر وزي محمد منير. مكتبتهم ما شاء الله كبيرة، هي دي اللي مخليهم كبار. بما أنك صديق شيرين وابن بلدها، شو تقول لها عبر كاميرتنا بعد كل اللي مرت بيه؟ شيرين حبيبتي وصديقت عمري ويا ما عشنا أيام جميلة مع بعض. أنا بحب شيرين جدا 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 يعني فوق الخيال، لأنها شخصية طيبة جدا جدا وحنينة وعلى نياتها جدا. ساعات كده تعمل فينا حاجات بس بنحبها برضو جدا. أنا بزعلش منها أبدا وبتمنى لها أكيد كل خير، وبتمنى لها حاجة مهمة، أن أي حاجة الشر اللي حواليها لو في شر حواليها يبعد عنها، لأنها ما تستحقش كده. شيرين احنا محتاجين شيرين ترجع وتغني وتشتغل، احنا ما عندناش شيرين تاني في مصر، هي واحدة بس. على سيرة النجوم، من هم النجوم العراق التابعة وترصد إصداراتهم الجديدة؟ يعني أكيد يعني كاظم الساهر ده حبيبي. كاظم الساهر ده بسمعه وأنا في المعهد بتعلم مزيكا، من المطربين المهمين عندي طبعا، بحبه وبعشقه جدا. فنان كبير وملحن كبير ومثقف، ويعني أنا ببسط لما بلاقي في حد في الوسط الفني في الوطن العربي مهم زي كاظم الساهر طبعا. ومن الجيل الصاعد أكو أسماء لفتت انتباهك؟ أنا الفن العراقي شوية عشان هو لغة مختلفة عن الفن العربي. ببقى بسمعه والله، بس بتبقى فيه أغاني منفردة يعني مش أغاني مش مطربين بعينهم، بس حبك تا 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 لا 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 حاجة كده مش فاكر اسمها ايه، بس فيه أغاني كتير في العراق طبعا كويسين جدا ونجحين كتير يعني الفترة الفاتحة. فن العراقي طول عمره فن عظيم. صحيح يا رامي، ومنتظريك بعمل عراقي بعيد عن المصري هم. من رامي الروح الفادي حداد مخرج الكليب واللي انطانا تفاصيل أكثر عن تعاونه ويا رامي. نحن بكليب واحد ومنموت لنخلصه، كيف سبع كليبات؟ سبعة كل واحد يموت وكل واحد غنية وكل لوكيشن شيء ودراما وهلا. فكرة حلوة كتير طرحها الأستاذ رامي وحكينا فيها كتير، نقدر نعملها. صعبة كتير، صعبة ومتعبة، ان شاء الله يحبوها الجمهور وكثير حلوه. الصعوبه علي تكمن انه بدك تطلعي مود تفوتي بمود نفس النهار، من حب لزعل لرقص لبكي لدراما لحب، كثير نمستين تعبوا، انا تعبت، رامي هلكته، فيومين كثير صعبين بس حلوين، مشتت علينا الدنيا بس انه اخذنا مود بعقل. انت دائما يا فادي متجدد وشغلك يشهد لك. معلوماتنا تقول انه عندك عمل مسلسل عراقي قريبا، شنو ممكن تنطينا حصريات عن دخولك العراق من باب الدراما؟ مين قال لي؟ هيك خبر. إن شاء الله إن شاء الله كل شيء بوقته حلو، صدقيني ما بحب أحكي أنا غير ما بدعيكم تجوا على الست وهيك، لأنه ما بحب أحكي بشيء وصيروا يحكوا الصحافة قبل ما يكون ماضي ورق. أنا بمضي الورق بحترمه كتير، بس أمضي وبس أمضي لكم كل شيء. العراق بشتغل للعراق صار لي 25 سنة أنا، حكيونا بكذا شغلة لنشوف عم نقرأ. بانتظار لمساتك بالدراما العراقية مثل اللي سويته من نجاح بالأغنية العربية. ومع هالكلام رجعنا لأجواء الكليب وكواليس التحضيرات بعدسة كاميرا ستارز أو نيو تي في. وهلأ مشاهدينا صار وقت نروح لتغطية شاملة وتقرير خاص لمعرض واحتفالية أنا عربي من دبي. معرض الهدف منه عرض التراث العراقي والعربي وجمعه في مكان واحد بحضور نخبة من الشخصيات والنجوم العراقيين والعرب، والحفل صار بالإمارات بفندق فيرزاتشي. المعرض عرض الزي التراثي لعدد كبير من الدول، منها العراق، لبنان، الإمارات، سوريا، الأردن، مصر، تونس، الجزائر، المغرب وغيرها. ولنعرف تفاصيل أكثر خلونا نشوف فريق عملنا بدبي شو نقل لنا بالصوت والصورة.
العراق لأول مرة بأنا عربي، ونجومنا بيكشفوا أسرار المشاركة. من أضخم الفعاليات يلي صارت الأسبوع الماضي بدبي كانت عرض أنا عربي، احتفالاً بالموروث والزي الثقافي والشعبي لعشر بلدان عربية، منها العراق، الإمارات، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، تونس، الجزائر والمغرب. وحضر المعرض عدد كبير من نجوم العراق، منهم حسام الرسام، محمد الفارس، سيمور جلال، أثير كشكول، فاطمة الهاشمي، زوزو كهرمان وغيرهم كتير. كلهم اجتمعوا بفندق بالاتزو فيرساتشي بدبي، وكاميرتنا صورت ونقلت أجواء الافتتاح، ورجعت لكم أكيد بمجموعة لقاءات ومشاهد. البداية مع المشاركين بعروض الأزياء التراثية يلي بتنقل صورة عن العراق وحضارته، منهم مصممة المجوهرات زوزو كهرمان يلي عرضت مجموعة خاصة فيها من المجوهرات وشاركت بها الحدث الضخم، وعلى طريقتها خبرتنا عن هالمشاركة. طبعا مثل ما تعرف يعني لازم نشارك بكل الشغلات، يعني بكل الفعاليات العراقية تحديدا. فآخر الشو الختام جسدت دور ملكة السومرية ملكة شبعات، والمجوهرات كلها من تصميمي طبعا الكهرمان، ومثل ما شفت الأزياء، فإن شاء الله يعني يعجبكم. طبعا كثير الناس شافوا التفاعل مع الثقافة العراقية، لأنه في الإمارات ولأنه بس شايفين يعني عراقي مجرد الكلام والشيء، ما يعرفون عن الحضارة، عن اللبس، عن الملكات الموجودات، عن تاريخ العراق، مو كل حد يعني يعرف عنه، عرفت؟ فحلو إنه شيء تعرفوا عليه وشافوه مجسد بأرض الواقع يعني، فكان تفاعل جدا حلو يعني، وكان كلهم يسألون شنو هاي، ليش لابسة هيك، ليش عاملة هيك، قلت لهم هذا تاريخنا هالشكل. مصممة الأزياء العراقية فاطمة الهاشمي كمان قدمت عرض خاص فيها ضمن العروض بهالحفل، وهيدا يلي قالته عن المشاركة. طبعاً أنا كلش سعيدة اليوم لأن قدمت مثلت بلدي العراق، قدمنا الأزياء التراثية العراقية من الشمال للجنوب إلى بابل للعصور القديمة، قدمت شخصية الملك فيصل وزوجته، جسدنا من ميك اب وأزياء ومجوهرات كلها من العصور القديمة. وطبعاً هذا الإيفنت التراثي لعرض الأزياء التراثية أول مرة شارك به العراق. كيف كان تفاعل الناس الحاضرين على العرض؟ طبعاً يعني كلش كانت إنه كلش حلوة، الكل عجبهم العرض، الكل اشتغل يعني عليه الحمد لله، يعني كان أكثر من ناجح. من الوجوه الفنية الكتيرة يلي حضرت كان النجم محمد الفارس يلي تواجد بالحفل، وكان سعيد بهالمشاركة وبهالكلام حكي عن الفعالية. والله أنا موجود بكل فرح يخص العالم العربي، بكل فرح لكل بلد، للعراق، البلداننا الحبيبة الثانية، أي فرح موجود أقدر أساهم به وأجي وأكون موجود أنا أول الناس. واستغلينا وجوده حتى نسأله عن نجاحاته، وهو من الأسماء البارزة اللي عم بتحقق نجاحات وأرقام وانتشار. والله إذا حلمي أوصل لمحبة الناس هذه تكفيني، لأن الناس من تحبني راح توصلني لأي مكان أنا أريده، وهذا بالنسبة لي محبة الناس هو هذا الشيء اللي أشتغل عليه دائما. إن شاء الله بيدوم عليك النجاح. ومن محطات النجاح بمسيرتك انتشار الأغنيات يلي قدمتها بسهرة مع اليو تي في، وهيدا كان تعليقه على الموضوع. بداية اليو تي في وجه خير علي، أحبها، اشتغلنا لقاء حلو، وصعبة أنه من اللقاء تنتشر أغنية وتنتشر انتشار جدا واسع. والله يا طير الحمام ويم داركم، هذه الأغنية اللي هي من الأغاني العراقية اللي لها صدى كبير بكل الأوقات. شو جديدك يا محمد؟ عندي ألبوم جديد إن شاء الله بعد كم يوم، أنا أجلت الألبوم على مود لعبة المنتخب، وإن شاء الله بعد فترة قصيرة راح ينزل فيديو كليب وألبوم، والأغنية اسمها يا نجمة، متعاون بيها ويا شخص كتبها ولحنها من 12 سنة، وكان عاملها ما اريد افوت بالتفاصيل لان هو راح يزعل، كان عاملها الناس عزيزين عليه من 12 سنة، غيرتها، سمعتها بجلسة وياك كنت، غيرت منها كم اسم لان هو كان مخلي اسماء ثانية وضبطنا. هيك كان جو اللقاء مع محمد. أما الممثل أثير كشكول يلي شارك بالعروض وجسد شخصية الملك فيصل، فهيك حكي لنا عن هالتجربة.
بصراحة يعني هذا الحدث لأول مرة العراق يشارك بهذا الحدث اللي هو أنا عربي، تسع دول عربية مشاركة تنقل كل ثقافاتها وفلكلورها، فإحنا كعراقيين لازم نمثل بلادنا خير تمثيل، ولازم نكون سفراء للعراق وننقل ثقافته وحضارته وفلكلوره وأزيائه. وكنت كالعادة يا أثير أدى وأدود، شو تحضيراتك على المستوى الفني؟ والله حالياً أكو مسلسل إن شاء الله، مسلسل الماروت، بطولة مع عمالقة الشاشة العراقية أستاذ جواد الشكرشي، مختار عبد الرضا، محمود أبو العباد، جلال كامل آسيا، كمان رنا أبيض من سوريا، وأيضاً نجوم شباب النجمة نور الخفاجة أيضاً ويانا. سيمور جلال كان من الحاضرين كمان، وعن الحفل والفعاليات يلي بتقدم صورة العراق لكل العرب بشكل مختلف ومشرف قال: يعني أكيد العراق دائماً بارز بكل المحافل، هاي أعتقد هي أول مشاركة عراقية في حفل أنا عربي للأزياء الأصيلة العربية الأصيلة، فسعيد جداً بمشاركتنا وبمشاركتي، إن شاء الله راح أقدم تقريباً كم أغنية من أغنياتي، 4-3 أغاني ما أعرف. أما حسام الرسام يلي حضر بالزي التراثي فكان لنا لقاء مطول معه، بتابعوا مشاهدينا بالحلقة المقبلة وكتير من التصريحات الملفتة. لين نكون وصلنا لفقرة الاتصال ويانا الجميل والعزيز والراقي النجم غالب جواد، أعتقد صار جاهز ويانا على الهواء مباشرة ببرنامج ستارز أون يو تي في. مساء الخير، شلونك؟ شلون أمورك؟ أنا أعرف أنه هسه أنت بالتصوير وشوية سرقناك دقائق. شلونكم؟ شلون صح؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا حبيبي. شكرا جزيلا للاستضافة. مساء الخير غالب. مساء النور. ما بدنا كثير نطول عليك، بنعرف انك مشغول، هيك رح اسالك بسرعه. اول سؤال طبيعي يكون عن رايك بفوز العراق الاسبوع الماضي للمره الرابعه بكاس الخليج وفعاليات كاس الخليج بالبصره، كيف شفته؟ يعني الف مبروك اولا للشعب العراقي، المنتخب العراقي، للقائمين على الفوز هذا كله. بحقيقه العراق بحاجه لهذا الفوز من زمان، المنتخب العراقي بحاجة لهكذا كؤوس غابت عن الرف وغابت عن الخزانة للمنتخب العراقي من زمن بعيد. أنا أذكر من سنة 1988. هذه البطولة إلها نكهة خاصة، إلها طعم خاص عند الخليج وعند العراق تحديدا. ألف ألف مبروك من كل قلبي. أنا ما تتصورين بارحة بكيت يعني، احنا كنا بتشين، خصوصا يعني منتخبنا يفوز. انا اريد اسالك هنا استاذ غالب، شنو رايك بعوده النشاطات الرياضيه وحتى الفنيه بهذه الصوره الى ارضنا، ارض العراق، ودليل استعداد العراق على هيك مستوى؟ يعني نجحنا. الحقيقه الفن والرياضه شلون اسميهم، جزءان كبيران. نعم. يعني إن وجدت في أي بلد راح تشوف السعادة، تشوف السلام، تشوف الطمأنينة، تشوف الراحة، تشوف البشر مرتاح، تشوف كل شيء حلو. البلدان تقاس بعدد مسارحها، تقاس بعدد قاعات السينمات والفن، تقاس بعدد الملاعب والكرة القدم وكافة باقي الرياضات الأخرى. الشعب محتاج، الشعب العراقي تحديداً، الطفل هو يرضع الحليب، يرضع الكرة القدم، هو هو عنده كرة القدم مع الحليب، مع 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 ولادته، مع 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 نشأته. بالفعل كرة القدم متغلغلة بنفوسنا، ومثل ما الفن، مثل ما هذه النقطتين مهمات جدا للعراق عودتهم. انا حاسس انه بعد هذه البطولة شيء اختلف بالعراق بشكل كامل. صورة شفت الجمهور كله التحم، كله اجتماع، كله صفق، كل واحد حضن الثاني. أنا هذا اللي بتشاني البارحة. على كل حال بيستاهل يا غالب الشعب العراقي الفرح والسعادة، وبيستاهل يطل بها الصورة الحلوة. هلأ على الصعيد الشخصي بدي أسألك، لألك نحن بنعرف أنه عم تستعد حالياً للطل قريباً جداً خلال شهر رمضان المبارك عبر يو تي في ببرنامج الكاش كاشك، خبرنا هيك شوي كيف التحضيرات؟
والله التحضيرات على قدم وساق. برنامج كاش كاشك سيزن 2 بعد ما ثبت نجاحه من قبل الجمهور وطلبوه من القائمين عليه. شكرا جزيلا يو تي في، كل القائمين عليه شكرا جزيلا للبرودكشن اللي معايا، قدم لهم تحيه. العمل حبوه الناس، سلس سهل بسيط سمبل، دخل لقلوب العراقيين بشكل كبير لبيوتهم عن طريق ابلكيشن زوم. حلو. فلذلك انطلب مره ثانيه، وانا كل السعيد بهذه التجربه، تجربه عظيمه احترافيه بروفيشنال جميله جدا. اما عن الشق الثاني ف انا بس شويه راح اقاطعك، راح افوت الى موضوع انه هو البرنامج كلش حلو، شو اللي يميزه و سبب نجاحه وتفاعل الجمهور لهذا؟ راح اروح الى سيزن 2. اللي يميز البرنامج انه مغاير عن كل البرامجيات، برنامج مختلف. دخلت الى بيت العائله العراقيه في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، وبالتالي الجائزه الماليه سعفت الكثيرين. واحلى ما بالموضوع كله انه هذا البرنامج ما يعزف على جراح المشتركين، تشوف انه يدخل لهم بدون اي دافع، بدون اي، يعني ما بيستغل نقاط ضعف بدنا. والكل يشارك. حلو. والكل يشارك، وانا واحد منهم شاركت العام وياك. انا اللي عجبني صعوبة يا غالب بهالنوعيه من البرامج، يعني برامج المسابقات بقصد والالعاب والربح، خاصه انه هيك نوع برامج غالب بتحتاج طاقه وحماس. والله أنا ما ظلت عندي طاقة، لأنه العام سويته في شهر رمضان، ما أخفي لك سر، كان كل شوية تجيني الماكيرة الله يعطيه الصحة والعافية، بتحط لي هذا المرطبات وتحط لي الكذا عشان أبقى مستمر، لكن فرحتي ما توصف لما أشوف المتسابق يحصل على الجائزة، فرحتي أكبر من عنده، أكبر حبيبي. من عنده. ونحن فرحتنا فيك كبيرة يا غالب. حلو فرحة الناس. خلينا نستغل وجودك ويانا أستاذ غالب صديق العزيز، ونخبر المشاهدين أنه على قناة يو تي في محضرين مجموعة برامج ومسلسلات بشهر رمضان المبارك، ونطلب منكم تكونون على الموعد قريبا، أكو هواية مفاجآت وأمور راح تكون موجودة بقناة يو تي في، والآن نستعد إلها. وحقيقة الحماس لشهر رمضان الكريم كلش قوي باليو تي في، ويعني بعد أنت هسه موقع التصوير وتفضل. أنا حاليا من موقع تصوير مسلسل درامي 30 حلقة، مسلسل من إخراج المخرج العربي أيمن ناصر الدين، ومعالجة وحوار للكاتب حسين نجار، يضم مجموعة فنانين كبيرة من الفنانين العراقيين، عودة لفنانين غابوا. العمل يتحدث عن، يعني يتحدث عن منطقة، حتى ما نتكلم أكثر عن العمل يعني أستاذ غالب أفضل. ما نتحدث تشويق أكثر. تشويق العمل ترقبوا عمل، طيب أتمنى أن ينال نجاح غالب عسيرة شهر رمضان. وبما أنه حضرتك ممثل مهم، رح أخذ سؤال لمنحة تانية ورح أسألك، ليش برأيك شهر رمضان بعده محافظ على أهمية موسم الدراما فيه؟ يعني شو السر أنه الناس بتشوف مسلسلات بهالفترة من السنة أكثر من أي وقت آخر؟ ما هو شهر رمضان يعني تسابق، هو هذا اللي حصل من فترة ليست بالقصيرة، أنه التسابق الرمضاني موجود بين المحطات. أنا أقول شيء، محطة يو تي في أكن لها كل الاحترام، محطة يو تي في عملت بطريقة احترافية عربية وليس بطريقة محلية، هذا هو سر نجاح يو تي في. يو تي في تتقدم سنة عن سنة عن سنة بأعمال جميلة منوعة مشوقة. هذه السنة أوعد الجمهور من خلال عمل درامي ضخم جدا، من أقدر أقول من بطولة ممثلين كبار، وأنا معهم إن شاء الله بكل تواضع، انتظرونا. ممتاز جدا، يعني هذا التشويق ده تشوقنا استاذ غالب، وانت حقيقه نجم مهم بالدراما العراقيه، ولو دخلت على التقديم ماكو مشكله. وانت يا علي دخلت التمثيل، دخلت مجال التمثيل، صرنا واحد وواحد وتعادلنا. انا فت تعلم التمثيل وانت فت على التقديم. انت ممتع وين ما تكون استاذ غالب، وانا شاهدت بيك مجروح حقيقه.
يحفظكم ربي. شكرا حبيبي. حبيبي انا هنا أنا اريد اسالك سؤال. تعرف كثير من الاعمال الدراميه قدمتها لابد انه اكو شخصيه جسدتها هي بقت موجوده تقول ايه هو هذا غالب جواد. كلكم ابنائي، كلكم اولادي. حلو. كل عندي عائله من عندي اولاد وبنات هن مسلسلاتي. كل حلو. واحد له محبه خاصه، كل واحد له لون، كل واحد له طعم، كل واحد له نكهه خاصه. وكلهم طيب. احبهم. غالب على الصعيد العام اذا بدي احكي ان جنرال، وين نقطه قوه الدراما العراقيه اليوم وين نقاط الضعف؟ قوة القوة موجودة لو كانت لو اتيح للعراق شركات فنية خاصة تشتغل لحسابها هذا راح يكون شيء عظيم. نقاط الضعف احنا دائما تكون في المنطقة الإنتاجية، هذه هي نقطة الضعف الانتاج. هذه اللي حابب انه نتخلص من عندها. لكن احنا الحمد لله احنا في محطة يو تي في الامور الحمد لله الامور طيبة وكل شيء على ما يرام. ممتاز جدا، ممتاز جدا. يعني انت راضي عن الدراما العراقية الان؟ انا راضي عن نفسي. من ترضى عن نفسك ترضى ان شاء الله على الجميع. برافو عليك والله. هذا جواب، هذا جواب ذكي من غالب جواد. برافو. الله يحفظك حبيبي. ما اريد يعني ناخذ من وقتك. انا اعرف ان انت الان بالست تصوير واقفيني والله واقفيني وراح يقتلوني. اوكي حبيبي، انا اشكرك واشكر تواضعك واشكر وقتك اللي خصصته لقناة يو تي في. قبل ما نودعك، قبل ما نودعك بدي اسالك سؤال اخير وبدك تجاوبني بكل صراحة. عمري بدي اسم ممثلة عراقية عم تقدر تثبت حالها بالفترة الأخيرة، واسم ممثل وما تقلي كلهم ولادي وأطفالي وأصدقائي. شوف هاي مشاكسات جاي لازم تجاوبها ما تقدر. آخر سؤال بيكون وبنودعك وبنشكرك يا غالب. أنا 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 مثلت مع الجيل الكبير وظليت من ذاك الزمن وبعدين ابتعدت، فأقدر أقول لك ست فوجي عارف، واقدر اقول لك من الممثلين اللي يعجبني اشوفهم هو استاذ الله يرحمه الراحل عبد الخالق المختار. والجيل الشباب الان كلهم حلوين، كلهم حلوين، كلهم انا مرحبا خلص كلهم ورود. اوكي انت الورد يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا كثير على وقتك وبنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله ملتقانا فيك قريبا بالاستوديو. شكرا 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 شكرا. وصلنا لختام حلقتنا من برنامج ستارز اون يو تي في، والاسبوع المقبل لقاءات جديده واخبار حصريه من بغداد والقاهره وبيروت ودمشق. لقاءات متنوعه اول مع سيف نبيل من كواليس ديو بيجمعوا بالدوزي، وتغطيه لاحداث جوي اووردز من الرياض، وهماتين اكو لقاءات ويا حسام الماجد وستار سعد، وأصيل هميم رح تكون ضيفتنا باتصال مطول لنعرف آخر أخباره. وبدون ما نكشف عن التفاصيل الأكثر انتظرونا الحلقة الجاية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.